من البر إلى البحر يمتد مشروع ميليشيا الحوثي في زراعة الموت. فبعد أن زرعت مئات الآلاف من الألغام في البر، عملت الميليشيا على زراعة الألغام البحرية على امتداد سواحل البحر الأحمر، خصوصا في سواحل ميدي. ومنذ بداية سيطرتها على السواحل، عملت ميليشيا الحوثي على زراعة الموت في البحر بعد أن غطت مساحات شاسعة من البر بمئات الآلاف من الألغام. وما زرعته حتى الآن من ألغام بحرية يحتاج ما لا يقل عن 8 سنوات لإزالتها بحسب تصريح سابق لوزير الخارجية خالد اليماني، الأمر الذي يتطلب كما يرى مراقبون ضغطا دوليا على الميليشيا للتوقف عن استهداف الأبرياء وتهديد الملاحة الدولية. مؤخرا تمكنت قوات التشكيل البحري من العثور على ألغام بحرية بالقرب من ميناء حبل على حدود مديرية عبس بمحافظة حجة. جاء ذلك أثناء قيام دوريات استطلاعية للفرق الهندسية العسكرية لمسح ونزع الألغام وتأمين السواحل الخاضعة لسيطرة الجيش اليمني هناك وتأمين حياة الصيادين والملاحة الدولية. قوات التشكيل البحري ذاتها كانت قد أتلفت خلال 20 شهرا الماضية قرابة 200 لغم بحري زرعتها الميليشيا قرب سواحل ميدي. وبزراعة هذه الألغام تحاول ميليشيا الحوثي تعطيل الملاحة الدولية في البحر الأحمر في تحدي واضح للمجتمع الدولي الذي شدد على أهمية بقاء خطوط الملاحة الدولية بعيدا عن أي استهداف من قبل الميليشيا.